صباح الخير أبنائنا الطلبة، دبلوم الاقتصاد الإداري سنة تانية. موضوعنا النهاردة عن الجوانب السلوكية لأساليب الرقابة المحاسبية. ده اتجاه جديد في التكاليف، إن هو بيضم الجانب السلوكي مع التكاليف، أو العلوم السلوكية مع التكاليف، ده بيدمج بينهم. إيه السبب في هذا الإدماج؟ لقوا في الخارج دراسات علمية وأبحاث في الخارج أجريت، لقوا إن استخدام الأساليب الرقابية المحاسبية لوحدها دون مراعاة الجوانب السلوكية بتسبب مشكلات إنسانية كبيرة، وبتمنع نجاح أساليب الرقابة المحاسبية، ما بتنجحش لو أنا ما راعيتش الجوانب السلوكية. ليه؟ إيه السبب؟ الناس ما بتحبش الرقابة، ما حدش بيحب إن حد يبقى مراقب ليه، ودي طبيعتها رقابة محاسبية، وبتقارن المخطط مع الفعلي، ونطلع انحرافات، وإذا كان هو مسؤول عنها بنحاسبه. فالناس ما بتحبش أساليب الرقابة المحاسبية، ولكنها ضرورية. الأساليب دي مهمة جدا تطبيقها في الشركات عشان تخفض التكاليف ونرخص الأسعار بناء عليها، فهي بتراقب التكاليف، فضرورية جدا. والمال السايب بيعلم السرقة، فلازم نستخدم الأساليب الرقابة المحاسبية دي، لازم في حتمية في استخدامها. طب في حتمية في استخدامها بس الناس ما بتحبهاش. طب ازاي الناس تحبها؟ عن طريق ان احنا نربطها بمجموعة من الاعتبارات السلوكية، نراعي مجموعة من الاعتبارات السلوكية او الانسانية واحنا بنطبق اساليب الرقابة المحاسبية. زي ايه؟ زي ايه الجوانب السلوكية دي مهمة؟ زي ايه؟ بالنسبة للأدوية، ده خارج التكاليف الكلام اللي أنا هقوله دقيقتين دول. الأدوية ضرورية لعلاج الأمراض، بس ساعات بتبقى مرة، فشركات الأدوية عشان تتغلب على المرارة دي تعمل إيه؟ بتضيف طبقة سكرية حوالين القرص المر ده، بحيث ان المنفذ ما يحسش او المريض ما يحسش بالمرارة بتاعت الدواء وياخده. احنا كده بالنسبة للجوانب السلوكية. الرقابة المحاسبية عملية غير محببة للنفس البشرية، بس هي ضرورية زي الدواء، مهمة عشان نخفض التكاليف ونحارب الاسراف، مهمة بس الناس ما بتحبهاش. طب نعمل ايه؟ عايزين نطبقها والناس ما بتحبهاش. يا ريت نغلفها بمجموعة من الاعتبارات السلوكية. فالاعتبارات السلوكية دي طبقة السكر اللي هي محيطة بالدواء. الجوانب السلوكية دي مهمة عشان تنجح الأساليب الرقابة المحاسبية. ولقوا في الخارج السبب الاهتمام بالموضوع الجوانب السلوكية، لقوا في الخارج إن أساليب الرقابة المحاسبية لوحدها دون مراعاة الجوانب السلوكية بتفشل وتسبب في انهيار الشركات. فقال لك لا، اتجاه جديد بقى في محاسبة التكاليف، ان احنا نراعي مجموعة من الاعتبارات السلوكية واحنا بنطبق الاساليب الرقابة المحاسبية. فبتشمل هذه الوحدة التعليمية مجموعة من المبادئ السلوكية المقترح مراعاتها في مرحلة استخدام الموازنة التخطيطية، وذلك لتحريك دوافع المسؤولين
نحو تحقيق أهداف الموازنة التخطيطية، وتتفادى العديد من المشكلات الإنسانية التي تعوق تحقيق تلك الأهداف. زي إيه المبادئ السلوكية المقترح مراعاتها في مرحلة استخدام الموازنة؟ أربع مبادئ أو أربع اعتبارات سلوكية. المبدأ الأولاني مبدأ تبني المحاسب لأسلوب خدمة جميع المستويات الإدارية، هنشرحه بالتفصيل وطبعا، ومبدأ التقصي عن أسباب الانحرافات. أنا هقول عناوين الوقت بس وبعدين نمسك مبدأ نتكلم عنه. مبدأ التقصي عن أسباب الانحرافات قبل اتخاذ القرارات المصححة، مبدأ التغاضي عن الانحرافات الطفيفة في الأداء، مبدأ ارتباط الموازنة بنظام سليم للحوافز والروادع، وهنبتدي بالمبدأ السلوكي الأول اللي هو مبدأ تبني المحاسب بخدمة جميع المستويات الإدارية. إذ إحنا عايزين المحاسب بقى، ده ناحية سلوكية، يخدم جميع المستويات الإدارية. أمال هو كان قبل كده بيعمل إيه؟ كان قبل كده بيخدم الإدارة العليا بس، ياخد الانحرافات ويبلغها الإدارة العليا بس. ده السلوك القديم بتاع المحاسب، وكان بيتصيد أخطاء المنفذين ويبلغها الإدارة العليا. هنا بقى بتحصل المشكلات. أمال الوقت إحنا عايزين المبدأ السلوكي إيه؟ بقول له مبدأ خدمة جميع المستويات الإدارية، وخاصة الإدارة التنفيذية. اخدم المستويات التنفيذية مش بجانب الإدارة العليا، ما تخدمش الإدارة العليا بس. طب هخدم الإدارة التنفيذية إزاي؟ هي بقى دي المبدأ ده بيوضح إزاي يخدم المستويات الإدارية التنفيذية. إحنا عايزين يخدم الكل، التنفيذية والعليا. طب التنفيذية دي ده بقى دي جديدة، دي الخدمة دي إزاي بتتم؟ تتم هذه الخدمة من خلال قيام المحاسب بما يلي. أولاً أو واحد، يقدم تقارير الأداء للمنفذين لمساعدتهم على التعرف على نتائج أدائهم أول بأول. مش يقدم تقارير للإدارة العليا عن الانحرافات، لا، احنا عايزين هم المنفذين يعرفوا الأول ايه نتائج أدائهم، او ساعدهم وعرفهم نتائج أدائهم أول بأول. عفوا. وقد أثبتت العديد من الدراسات السلوكية أن تعرف الفرد على نتائج أدائه بتزيد دوافعه نحو تحسين أدائه باستمرار. عايزين نعرفهم نتائج أدائهم أول بأول، زي في المدارس الأجنبية بيبعتوا للطالب نتائجه كل شهر عشان يعرف ايه ضعيف في ايه، يقويه بحيث ينجح في المواد. بنعرفه نتائجه ايه اول باول عشان هو بقى يتخذ اجراءات لتحسين هذا الاداء. فاول نقطة الخدمة ان احنا نبعت تقارير اداء للمنفذين عشان يتعرفوا على نتائج ادائهم، دي أول خدمة للمنافس. طب تاني حاجة، ياريت نقدم التقارير الأداء دي للمنافسين بسرعة. وقد أثبتت العديد من الدراسات أن سرعة تعرف الفرد على أدائه بتمكنه من تحسين أدائه بسرعة وتزيد من كفاءته، والتأخير يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء ويسبب له الإحباط. لازم يبقى هنا أول واحدة نعرفهم أدائهم باستمرار أول بأول، وياريت بسرعة. نمرة ثلاثة، يجب أن يتم تقديم التقارير الأداء بدقة، حيث أن تقارير الأداء غير الدقيقة تؤدي إلى قرارات غير سليمة. أديهم التقارير بدقة.
طب إذا تعارض السرعة، تعارضت السرعة مع الدقة، أبدي إيه؟ لا، إذا تعارضت السرعة مع الدقة بقول لك بدي السرعة، فيجب ألا تضغط دقة على السرعة، ويفضل تقديم التقارير السريعة، لأن السرعة بيترتب عليها اتخاذ قرارات فورية لمنع تراكم الانحرافات السالبة. الحقوا قبل ما يتمادى. التقارير السريعة مهمة عشان يعرف الانحرافات بدري ويعالجها بدري. ده الخدمة الرابعة. الخدمة الخامسة، يجب أن يراعي المحاسب دورية التقارير. يعني مش هبعت له التقارير مرة واحدة وانتهينا على كده، لا، المحاسب التكاليف لازم يبعت له تقارير دورية، وتختلف دورية التقارير حسب المستوى الإداري المقدمة إليه. طبعا الإدارة التنفيذية تقدم إليها تقارير دورية تفصيلية سريعة عن التقارير الدورية التي تقدم إلى الإدارة العليا. يبقى دي نقطة من ضمن الخدمات، يبقى في دورية التقارير. من ضمن الخدمات اللي يقدمها المنفذين انه يقدم لهم تقارير بطريقة واضحة ويسهل فهمها، والابتعاد عن استخدام المصطلحات الفنية لمحاسب التكاليف التي قد لا يفهمها المنفذين. واذا اضطر ليها للاستخدام مصطلحات علمية لازم يشرحها اثناء التقرير. الخدمة السابعة، يجب ان يخصص المحاسب عفوا ان يخصص المحاسب وقتا للمقابلات الشخصية مع المنفذين عشان يشرح التقارير المقدمة لهم، وياريت يشاركهم في تصميم التقارير المقدمة اليهم. يعني يقول لهم ايه عايزين التقارير بشكلها ايه، رسوم بيانية ولا كلام نظري، ولا اقعد مع المنافسين. وقد اقترحت بعض الدراسات السلوكية في الخارج ان يخصص المحاسب ربع وقته، 25% من وقته لتلك المقابلات. يعني يقعد معاهم مش يبعت لهم تقارير وانتهينا. ادي المبدأ الاولاني، ان هو يتبنى خدمة جميع المستويات الادارية وخاصة التنفيذية اللي ما كانش بيخدمها قبل كده، ناحية انسانية يخدم المستويات التنفيذية بالسبع نقط دولت. يعرفهم على ادائهم، يعرفهم ادائهم بسرعة وبدقة، واذا تعرضت السرعة مع الدقة يبدي السرعة، ويبعت لهم تقارير دورية ويبعت لهم التقارير بطريقة واضحة يسهل فهمها، وياريت يقعد معاهم يخصص وقت للمقابلات الشخصية ويقعد معاهم 25% من وقته على الأقل. ياريت يقعدوا مع المنفذين عشان يقعد معاهم يشرح لهم التقارير ويشوف طلباتهم ايه، ويحل يساهم في حل مشاكله. المبدأ الثاني، المبدأ الأولي كان ايه؟ مبدأ تبني محاسب التكاليف لخدمة جميع المستويات الإدارية وخاصة التنفيذية بالسبع نقط دول اللي احنا قلناهم. المبدأ السلوكي الثاني مهم قوي قوي، اللي هو مبدأ التقصي عن أسباب الانحرافات قبل اتخاذ القرار المصحح. يعني لما يلاقي انحراف سالب مثلا، سالب يعني احنا قلنا السالب، انحراف سالب يعني التكاليف الفعلية أكبر من التكاليف المحددة مقدما، فبتبقى انحراف سالب يعني إسراف. لو في إسراف، طلع إسراف، بقول له لازم برضك تشوف السبب ايه،
انت لان الانحراف بيطلع نتيجه مقارنه ايه يا اولاد يا حبايبي؟ الانحراف بيطلع نتيجه مقارنه الخطه اللي هي التقديرات اللي انا عاملها بالفعليات، يطلع انحراف. انا بقول له اتقص عن سبب الانحراف، لان ممكن الانحراف ما بيرجعش للمنافسين، ممكن تكون انت حاطط الخطه غلط. يبقى ايه مبررات التقصي؟ ايه السبب في التقصي؟ من اهم مبررات تطبيق هذا المبدا السلوكي ان حدوث الانحرافات له اكثر من سبب. ممكن يكون عدم سلامه الخطه اللي انت بتقارن بيها، انت حاطط الخطه غلط. وارد الخطه دي مش خطه سماويه، ده البشر اللي عاملينها، فممكن يبقى في اخطاء. الخطه ممكن تكون غلط، او ممكن يكون عدم كفاءه التنفيذ هي السبب. عشان كده لازم نتقصى عن اسباب الانحراف حتى يمكن معرفه سبب الانحراف، وبالتالي نتخذ قرارات مصححة سليمة. لازم نشوف السبب ايه في الانحراف. الأهمية التقصي الثانية، ده يؤدي التقصي الى تحقيق العدالة المحاسبية. عدالة بقى عند المساءلة المحاسبية، فالمنفذ يجب الا يحاسب على الانحرافات التي ترجع الى عدم سلامة الخطة. طبعا حرام ان احنا نحاسبه عن حاجة احنا اللي غلطنا في تقديرات الخطة. يبقى دي عدالة، التقصي ده يحقق العدالة. ثالث سبب، لما نتقصى عن الانحرافات هنتجنب كثير من المشكلات بين العميل والإدارة اللي بتحدث في حالة عدم تحديد أسباب الانحراف. لو انا حاسبه عن انحراف هو مش سبب فيه، هيجنن ويعمل لي مشاكل. فلازم اتقصى عن السبب عشان اعرف اعالج السبب بالظبط. من مزايا التقصي ان انا ممكن اصحح الخطة المقبلة، الفترة المقبلة اصححها لو انا اكتشفت ان انا كنت غلطان في اعداد الخطة. اذا كان السبب الانحراف يرجع الى عدم سلامة الخطة، اقدر اصلح الخطة. كل دي مبررات ليه لازم نتقصى عن سبب الانحراف من ناحية سلوكية. طب ازاي بقى لو طلع انحراف نفصل بين انحراف عدم سلامة الخطة وانحراف كفاءة التنفيذ؟ يعني عندي انحراف ممكن جواه انحراف يرجع لعدم سلامة الخطة، وجواه انحراف يرجع لعدم كفاءة التنفيذ. لازم افصل بينهم عشان العدالة المحاسبية كده. ففي طريقة اقترحها احد الباحثين عشان نفصل بين انحرافات التخطيط وانحرافات عدم كفاءة التنفيذ، باستخدام احد مقاييس النزعة المركزية. انتوا درستوها في الاحصاء، مقاييس النزعة المركزية دي ممكن تكون المنوال او الوسط الحسابي او الوسيط او الوسط الهندسي او الوسط التوافقي. انا هستخدم المنوال اول واحد في توضيح كيفية الفصل بين انحرافات عدم سلامة الخطة وانحرافات كفاءة التنفيذ، باستخدام المنوال كأحد مقاييس النزعة المركزية. مثال محلول عن وده مهم طبعا انك انت تعرف ازاي افصل انحراف التخطيط عن انحراف كفاءة التنفيذ، وده مثال بسيط جدا عشان اوضح لك ازاي هنفصل بين انحرافات التخطيط وانحرافات كفاءة التنفيذ باستخدام المنوال. المثال
في الفترة الرقابية بالشهور عندنا مثلا مجموعة فترات رقابية، يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو، وحطينا الخطة اللي هي المعيار او التقدير رقم ثابت كل شهر مثلا 60. انا عشان ابسط لكم الارقام، نفترض ان الخطة ان هو يصرف مثلا 60، مثلا ده ببسط الارقام، ممكن تبقى 60,000 او كده، لكن انا هبسطها اعتبرها 60 بس. الخطة حاطين خطة للتكاليف ان كل شهر يصرف 60، دي الخطة او المعيار او التقدير. طب التنفيذ الفعلي، اول شهر صرف 63، تاني شهر صرف 62، تالت شهر صرف 60، رابع شهر سنة 63، خامس شهر 66، سادس شهر 63. يطلب منك افصل انحرافات التخطيط عن انحرافات كفاءة التنفيذ باستخدام المنوال كأحد مقاييس النزعة المركزية، وقول لي نمرة 2 بقى، قول لي رأيك بشأن مقدار المعيار الأداء في الفترة المقبلة. الأول عشان نحل التمرين ده، أهم حاجة نطلع فين الانحراف يا عم. أنت مديني خطة أو معيار ومديني تنفيذ فعلي، إزاي نطلع الانحراف؟ اطرحهم من بعض، اطرحهم من بعض يديني الفرق الاجمالي. اطرح المعيار ناقص اللي هو المعيار والتنفيذ الفعلي، اطرحهم من بعض يطلع الفرق الاجمالي. الاولاني يطلع ناقص 3 اللي هي 60 ناقص 63 يبقى ناقص 3، 60 ناقص 62 يبقى ناقص 2، 60 ناقص 60 صفر، 60 ناقص 63 يساوي ناقص 3، 60 ناقص 66 يبقى ناقص 6، 60 ناقص 63 يبقى ناقص 3. نطلع الفرق الإجمالي، وبعدين نبص في الفرق الإجمالي ده نشوف فين الانحراف اللي بتكرر. فرق يعني انحراف، فين الفرق اللي بتكرر كل مرة؟ هنلاقيه ناقص 3. نقول هو ده المنوال، لأن المنوال معناه إيه؟ القيمة الأكثر شيوعا في الانحراف طلع ناقص 3، أقول هو ده المنوال، واقول المنوال ده مدب انحراف بيتكرر كتير، يبقى ممكن تكون هي الخطة اللي غلط. المنوال يمثل انحراف الخطة، الانحراف اللي بيتكرر كتير ده اقول هو ده السبب، الخطة هي مدام بيتكرر كتير يبقى هو الخطة السبب، واقول عليه ده انحراف عدم سلامة الخطة. طب فين انحراف كفاءة التنفيذ بقى؟ امسك الانحراف الكلي الاجمالي ده واطرح منه المنوال يمثل فرق التخطيط، اطرحه. المنوال كان كل ناقص 3، المنوال اللي هو القيمة الاكثر شيوعا في الانحرافات ناقص 3، يبقى الفرق الإجمالي ناقص المنوال يدينا فرق كفاءة التنفيذ. يبقى قدرت أقسم الفرق أو الانحراف الإجمالي إلى انحراف تخطيط وهو مين؟ المنوال، والبقيت الفرق الإجمالي هو فرق كفاءة التنفيذ. استخدم
يبقى نقولها تاني بخلاصة، يبقى الخطوات الحل طلع الفرق الإجمالي اللي هو الفرق بين المعيار والتنفيذ الفعلي، بص في الفرق الإجمالي ده شوف ايه الرقم اللي بيتكرر ناقص 3 هو المنوال. المنوال هو انحراف الخطة، انحراف الخطة يعني الخطة غلط ناقصة 3، معناها معنى المعيار ناقص 3. اطرح المنوال اللي هو فرق التخطيط اللي هو ناقص 3 من الانحراف الكلي، يديني فرق كفاءة التنفيذ، يبقى الباقي ده هو المنفذين هم مسؤولين عنه بقية الانحراف. بالطريقة دي قدرت افصل انحراف التخطيط عن انحراف كفاءة التنفيذ. اقولها تاني، نمرة 1 طلع الانحراف الكلي او الفرق الكلي اللي هو الفرق بين المعيار والتنفيذ، ادي حاجة. تاني حاجة تقول تبص في الانحراف الاجمالي كده، الانحرافات الاجمالية فين الانحراف اللي بتكرر كتير ناقص 3، يبقى هو ده المنوال اللي هو القيمة الاكثر شيوعا، هو ده المنوال، هو انحراف التخطيط. طيب عرفت انحراف التخطيط، امسك الفرق الكلي اطرح منه فرق التخطيط يديني فرق التنفيذ. طب هنصلح المعيار ازاي بقى؟ فين بقى الغلطة بتاعت التخطيط؟ ناقص 3. يعني ايه ناقص 3؟ يعني المعيار اللي احنا كنا عاملينه ناقص 3. طب المرة الجاية بقى، الفترات الجاية عايز اصلح المعيار، ما هو المعيار الفترة القادمة؟ ازود الناقص 3 دي، لانه انا المعيار القديم كان ناقص 3، يبقى المعيار الجديد يبقى المفروض كام؟ المفروض يبقى 63 اللي هي 60 القديمة وكان ناقص 3، يبقى نزود له الثلاثة دي عشان نشيل الناقص ده، يبقى 63. يبقى إذا كان المنوال بالسالب يعني معناه إن المعيار القديم ناقص، عشان أصححه أزود الناقص ده، يبقى المعيار الجديد 60 زائد 3 يبقى 63. طب إذا كان ممكن يكون المنوال ده موجب، موجب يعني إيه؟ يعني المعيار فيه زيادة، طب عشان اصلحه واعمل ايه؟ اشيل الزيادة. فلو كان عائد المنوال زائد 3، لو كان زائد 3 يعني المعيار فيه زيادة 3، يبقى عشان اصححه واقول المعيار الجديد كام، اقول يبقى المعيار الجديد 60 ناقص 3 يساوي 56. بالطريقة دي يبقى خلصنا المبدأ الثاني اللي هو التقصي عن سبب الانحراف، ونقسمه إلى انحراف عدم سلامة الخطة اللي هي المنوال، وبقية الانحراف هيبقى انحراف كفاءة التنفيذ. في مبدأ إنساني ثالث واحنا بنطبق الأساليب الرقابية، اللي هو مبدأ التغاضي عن الانحرافات الطفيفة في الأداء وعدم مساءلة العاملين عنها. ومن أهم مبررات تطبيق هذا المبدأ السلوكي ما يلي. ليه نتغاضى؟ بلا يعني ما ندققش في الانحرافات الصغيره، نفوت ما نحاسبش المنفذين عنها، ده ناحيه سلوكيه عشان ما يحسوش بضغط الاساليب الرقابيه او ان المحاسب بيتصيد اخطائهم. ناحيه انسانيه بقول له اتغاضى عن الانحرافات الطفيفه في الاداء وعدم مساءلة العاملين عنه. من أهم
مبررات ليه نتغاضى عن الانحرافات الطفيفة؟ واحد يسألنا ليه الحاجات البسيطة اتغاضى عنها؟ أقول لك ليه. الأساليب الرقابية اللي هي سواء وخاصة الموازنات التخطيطية بتخضع لأخطاء القياس، فيها أخطاء، التقديرات فيها أخطاء لأنها صناعة بشرية، الموازنة صناعة بشرية فيها أخطاء، شأنها شأن أي عمل إنساني، ولذلك المفروض نحلل الانحرافات إلى انحرافات مسموح بها اللي هي الطفيفة بقى نفوتها نتغاضى عنها، وانحرافات الغير مسموح بها نسائلهم عنها، يتم مساءلة العاملين عنها. يبقى السبب الأولاني إن الموازنات بتخضع لأخطاء القياس، فنتغاضى عن الانحرافات الطفيفة. السبب الثاني، هنخفض تكاليف فحص ودراسة الانحرافات عند التغاضي عن الانحرافات الطفيفة لأنها بتكلف الناس وقت وجهد، فأنت لما تتغاضى عنها هيتم تخفيض تكاليف فحص هذه الانحرافات. هنوفر، السبب الثالث، هنوفر وقت الإدارة لدراسة أمور أهم، لأمور أخرى، لدراسة الانحرافات الكبيرة. السبب الرابع، عدم شعور المنفذين بضغط الأساليب الرقابية. لما أنت تفوت لهم الحاجات الصغيرة دي هيحسوا انك انت ما بتضغطش عليهم. نمرة 5، عدم شعور المنفذين ان المحاسب بيتصيد اخطائهم. لما يفوت لهم الحاجات دي مش هيشعروا بان المحاسب بيتصيد اخطائهم نظرا لاقتصار اهتمامي على الانحرافات المهمة الكبيرة. التغاضي عن الانحرافات ده اكتشفوا ان هو بيحسن العلاقة بين المنفذين ورؤسائهم وبينهم وبين محاسب التكاليف. يبقى المبدأ الرابع، المبدأ الثالث، المبدأ السلوكي الثالث، ان احنا نتغاضى عن الانحرافات الطفيفة الصغيرة من لا نسائلهم عنها، ودي المبررات اللي انا قلتها. الأخير، وقبل ما أقول المبدأ الأخير عايز أقول لكم يا ريت نشارك العاملين في تحديد الانحرافات الطفيفة اللي هم مش هيبقوا مسؤولين عنها، يا ريت يبقى فيه قبول عشان نحقق الناحية السلوكية، نشاورهم ونشاركهم في تحديد الانحرافات دي عشان العاملين يقبلوا الانحرافات الطفيفة ويقبلوا المساءلة عن الانحرافات الأخرى غير الطفيفة. ناحية إنسانية مع هذا المبدأ إن احنا نتغاضى عن الانحرافات الطفيفة، بس يا ريت نتفق مع العاملين على هذه الانحرافات الطفيفة اللي احنا نتغاضى عنها عشان يقبلوها، وكمان يقبلوا المحاسبة عن الانحرافات الأخرى اللي هي غير طفيفة. ما احنا اتفقنا مع بعض على ايه الانحرافات الطفيفة التي يمكن التغاضي عنها. المبدأ السلوكي الرابع اللي احنا نراعيه في الموازنة، ياريت نربط نتائج الموازنة بنظام سليم للحوافز والروادع. ياريت نتائج الموازنة يعني ايه؟ يعني لو حقق انحراف موجب نديله حافز، لو حقق انحراف سالب نحاسبه بطريقة سيكولوجية. يبقى الهدف من مبدأ ارتباط نتائج الموازنة بنظام سليم للحوافز والروادع، الهدف منه لما يبقى في حوافز يا جماعة دي بتحرك دوافع الأفراد نحو تحقيق الأهداف الموضوعة. الأفراد لديهم طاقات كامنة أكثر من ظاهرة، ويمكن تحريك هذه الطاقات بالحوافز المناسبة سواء كانت حوافز مادية أو معنوية. الهدف من نظام الروادع
ليه لازم نحط نظام اجراءات تأديبية؟ عشان عدم تكرار الفرد المقصر للسلوك الذي ادى لعدم تحقيق الاهداف. نمرة 2، عدم تشجيع غيره على التقصير في اداء عمله. يبقى بالطريقة دي 4 مبادئ سلوكية لازم نراعيهم مع تطبيق الموازنة التخطيطية. دي المبادئ السلوكية اللي انا حددتها، واتمنى لكم كل توفيق، ونشوفكم المرة الجاية في الوحدة التعليمية الثالثة.